يعني أنا عندي شعور قوي بما أدلت به الخاطفة أن خطفت ولدي من كورنيش الدمام، وكورنيش الدمام كما نعلم أن انخطف فيه نسيم حبتور، وأنا عندي شعور أنها تعرف مكان نسيم حبتور، فإذا اعترفت بهذا الشيء أنا وأهالي المخطوفين بنتنازل عن الحق الخاص، وبالتالي حق التعزير يتم يعني تخفيفه، وإحنا بنوقف معاها وبنطالب المحكمة بتخفيف الحكم عنها.